الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. روى المصنف بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه القراءة المشهورة، جاءت قراءة أيضا واتخذوا بالماضي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، وقد ورد عن ابن مسعود عن غيره في القراءة كما قلنا في قراءة أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأخرج عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قرأ نافع الشامي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فعلا ماضيا، والباقون قد قرأوها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال العلماء الحرم كله مقام إبراهيم، وقيل أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة ومنى والرمي، قال هذا مقام إبراهيم وسائر المشاهد. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي يصلي عنده الأئمة، وذلك أو الحجر الذي قام عليه إبراهيم. نعم، هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم وظهرت قدمه فيه عند بناء البيت، إنما أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه، والناس يتبركون به ويمسحونه ويقبلونه ويقعون في الشركيات الظاهرة هم في حرم الله المقدس. والله تعالى أمر باتخاذه مصلى وأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف أراد أن يصلي الركعتين جعل المقام بينه وبين الكعبة، والناس يمرون من أمام المقام لا من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيستلم الحجر يقبله، أو يستلمه بيده فيقبل يده، أو يستلمه بمحجر فيقبل المحجر، أو يستلمه أو يشير إليه لكن لا يقبل، ويبتدئ الطواف بعد التقبيل تقبيل الحجر، فيطوف سبعا يرمل أربعا ويمشي ثلاثا. وللضباع على الراجح صح أن أهل التخصيص في السبعة، أشواط الضبع، وبعدها ينزع الضباع ويغطي الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه شيء. نعم، بالنسبة للضباع، الضباع على الراجح عند قول التحقيق الشافعية الحنابلة يقولون بأنها على السبعة على كل الطواف، على ما في 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 الحنابلة، أما الشافعية فجزما السبعة أشواط، وقيل وجه ثلاث أشواط وهي ضعيفة، أن الرمل فقط هو اللي كانت على ثلاث أشواط. صح، الرمل على ثلاث أشواط ليس على الضباع الرمل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون جاءكم ناس قد وهنتهم حمى يسرق، نعم، فراد أن يذل لهم الجلد، فكان يمشي يرمل كثيرا ما بين وهذه السنة إغاظة الكافرين. هذا قاله عمر بن الخطاب، ابن الخطاب قال من كنا نغيظهم فقد إيش زالوا، والخوف قد زال وكسر المسلمون، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمل إلا لذلك، ثم تراجع وقال بل هي السنة والسنة ألزم والسنة أتبع، تغيظه ذهاب دين من نتعبد الله به. أبو دجانة سماك بن حرب لما التقى الصفان ربط العصابة الحمراء، فقال القوم ربط أبو دجانة عصابة الموت، ثم أشعر سيفه ثم مشى يتبختر بين الصفين، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فقال إن هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع. فتغيظ الكفار دين ندين الله به للحقد والعداوة الدفينة. قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا، ما تؤخذ بإطلاق هذه المسألة، عيون المقاصد تحكم فيها. إذا من السنة أن يطوف سبعا وأن يصلي، إذا أنا نقول بأنه من السنة إذا دخل يطوف سبعا يقبل الحجر يستلمه
ويستلم اليماني أيضا. ولذلك ابن عمر لما سمع عائشة قالت بأنهم ما أدخلوا أن قريش تخسرت بهم النفقة فما أدخلوا ستة أذرع للحج، قال ابن عمر إن كانت قالت بذلك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم ركنان الشاميين من أجل ذلك، لأنهما ليس على قواعد وقوائم إبراهيم عليه السلام. ثم ذهب فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. ومن سبب نزول الآية أيضا عمر بن الخطاب موافق للآية واتخذ المقام في المصلى. والله جمهور العلماء يقول على الاستحباب، وبعض العلماء قال على الوجوب لأنها على التأصيل العام واتخذوا فعل أمر، وظهر أمر الوجوب ما لم تأتي خلينا تصرف من الوجوب إلى. والحق أنه طبعا هو الجمهور يقول على الاستحباب لأن عمر بن الخطاب طاف بالبيت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت وكان قبل أن تطلع الشمس، وكان ممن يمنع الصلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، فذهب من مكة، وهو الذي يقول بأن صلاة الركعتين تصلى في أي مكان من مكة لا يشترط في الحرم، مكة كلها حرم. قال الله جل في علا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام للمسجد الأقصى وبالاتفاق أسرى به من بيت أمهانه. وأيضا في قوله جل في علا: هديا بالغ الكعبة، وبالإجماع أنه هذا الهدي يبلغ إيش؟ إلى منى. فإذا كان إلى منى يبقى مكة كلها حرم فضلا للصلاة. والله شكور، أنا أريد أفهم من وين هذه الفائدة تنتزع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.